بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن نظم شحن السيارات الكهربيه او التشارجنج سيستم في الالكتريكال فيكلز. طبعا نظم الشحن بتنقسم الى نظامين رئيسيين، هو نظام الشحن باستخدام الاي سي، زي ما قلنا الاي سي معناها alternating current، التيار المتردد، تمام. وفيه في النظام ده اللي هو الاي سي السياره بتحتوي على شاحن داخلها، يعني السياره بيبقى جواها حاجه بنسميها الاون بورد تشارجر. يبقى في حاله سيارات او في حاله نظام الشحن باستخدام التيار المتردد الاي سي، التشارجر بيكون داخل السياره. طيب ايه النظام الثاني؟ يبقى نظام رقم واحد الاي سي، نظم شحن التيار المتردد. رقم اثنين نظم شحن التيار المستمر او الدي سي او الدايركت كارنت، وهنا بيكون الشاحن خارج السيارة أو بيسموه أوف بورد تشارجر. أوف بورد تشارجر طبعا الكلام ده واضح جدا من الرسم. لو احنا بصينا كده، أنا أقسم لك أهو، أدي السيارة أهي، في عندك بنك البطاريات أو مجموعة البطاريات. طبعا مجموعة البطاريات بيبقى في نظام إدارة البطاريات اللي هو احنا بنسميها بي ام اس، باتري مانجمنت سيستم. لو انا عايز اشحن السياره مباشره، البطاريات مباشره، تمام، بتاخد دي سي، يبقى انا هوصل دي سي اهو، يبقى اللي جاي لي من شاحن دي سي موجود بره خارجي، اللي داخل لي هنا دي سي هيدخل على البطاريات مباشره، يبقى ده بنسميه اوف بورد تشارجر، يعني ده اللي هو اوف بورد تشارجر. يبقى انا عندي شاحن خارجي بيحول من اي سي لدي سي، بيحول من اي سي لدي سي، بيطلع كابل عادي جدا، كابل والبلاج بتاعته، الكابل ده مطلع دي سي يدخل هنا على البلاج بتاع السيارة الدي سي، ويروح بيمر مباشرة على مجموعة البطاريات او بنك البطاريات اللي احنا بنتحكم فيها بنظام ادارة البطارية او الباتري مانجمنت سيستم. طيب لو انا عايز استخدم شاحن اي سي، شاحن اي سي اهو، يبقى في عندي مصدر شحن اي سي تيار متردد، تمام، اللي هو alternating current الاي سي، هيدخل الكابل يروح داخل هنا هيدخل اي سي، يبقى لازم يبقى الشاحن نفسه موجود داخل السيارة، لان لازم البطاريات تاكل وتشرب دي سي، فلازم في حاجة بتحول الاي سي لدي سي تبقى موجودة داخل السيارة. طبعا لما بيكون الشاحن داخل السيارة ده بيسبب وزن زيادة في السيارة، تمام. بس انا طبعا محتاج ان انا اكون عندي شاحن من النوع اي سي، لان انا لو ما عنديش الشاحن داخل السياره مضطر دايما اشحن من شواحن خارجيه اللي هي بتديني او بتغذيني دي سي. يبقى نظم الشحن في السيارات الكهربائيه بتنقسم الى نظامين، تمام. نظام في الشاحن داخل السياره نفسه، يبقى تاخد بالك هل السياره اللي انت تشتريها الشاحن جواها اللي احنا بنسميه اون بورد تشارجر، تمام، ولا مفيش فيها شاحن، بدون شاحن اللي هو بتشحن دي سي، يعني الشاحن خارجي او بنسميه اوف بورد تشارجر. طبعا من ناحيه الاي سي تشارجنج، زي ما احنا بنقول الاي سي انا ممكن ينقسم الى نوعين، ممكن اشحن في الشواحن العاديه زي الشاحن بتاع البيت، ده بيبقى سنجل فيز. سنجل فيز يا شباب معناها ان انا باخد ثلاث اطراف للكابل، اللي هو طرف 220، فردة 220 الفردة الحية اللي لونها أحمر دي، وفردة نيوترال اللي هي تقريبا زيرو، وفردة أخضر فاصفر اللي هو الإيرث. يبقى أنا في عندي اللاين والنيوترال والإيرث، ده إحنا بنسميه سنجل فيز وبيبقى 220. طبعا في النظام الأوروبي 220، في النظام الأمريكي في اللي هو 110 او الناس بتسميه 120، ده النظام الامريكي. النظام الامريكي اللي هو 110 اللي احنا بنسميه بقى ليفل 1 في الشواحن، ليفل 1. خلي بالك احنا ما بنشتريش في مصر ليفل 1، احنا بنشتري ليفل 2، لان الكهرباء عندنا في مصر احنا بنشتري ليفل 2 في حاله السنجل فيز، ليفل 2 لان الليفل 2 220، تمام. طيب ممكن استخدم طبعا السنجل فيز، او ممكن اشحن، وده بيبقى موجود في الشاحن اللي موجود على الطريق بيبقى 3 فيز، ممكن اشحن 3 فيز 380 فولت اي سي. يبقى انا لو شحنت 110 برضه فولت اي سي، ده في النظام الامريكي. لو شحنت 220 برضه ده سنجل فيز، بس في النظام الاوروبي 220 فولت اي سي، فده
تابع للسنجل فيز. طب ممكن اشحن 3 فيز؟ اه ممكن اشحن 3 فيز. الثري فيز بيبقى فيه خمس اطراف، اللي هو اللاين واحد، لاين واحد فيز رقم 1، لاين ار واي بي هو تمام، ار واي بي ريد اللي هو الاحمر الفيزا الاولى، واي اللي هي الفيزا الثانيه ال2، بي بلو اللي هي الفيزا الثالثه ال3. يبقى انا عندي ال1 ال2 ال3، وعندي الاسود ده بيبقى النيوترال، وبيبقى فيه كابل تاني خارجي هنا، ده اللي هو مين؟ الايرث. يبقى ده 3 فيز. يبقى تاني تاني يا شباب، انا ممكن عشان الناس اللي مش متخصصين، في عندي في الاي سي في نوعين، في سنجل فيز و3 فيز. خلاص اعتبر الشغل بتاعنا في مصر، الشغل بتاعنا في مصر بيشتغل على الكهرباء في مصر كام؟ 220 فولت اي سي، 220 فولت اي سي سنجل فيز، 220 فولت اي سي سنجل فيز. ولذلك شحن السياره اللي انت هتجيبه اسمه شاحن ليفل 2. في ناس جابت شاحن ليفل 1، ده النظام الامريكي. النظام الامريكي بيبقى الجهد بتاعه اللي هو 110 فولت اي سي، او في بيبقى مكتوب 120 فولت اي سي. ده النظام الامريكي، مش بيمشي عندنا في مصر، بتحتاج له تحويلات. احنا اللي موجود عندنا ليفل 2 سنجل فيز 220 فولت اي سي. في المحطات بيبقى موجود 3 فيز اللي هم ثلاث اطراف، البن 1 ال 1 ال 2 ال 3 ولاين، ودول طبعا ال 1 ال 2 ال 3 الثلاثه لاين دول، والنيوترال وطرف للارث، يبقى خمس اطراف. طبعا الفيشه دي بنسميها فيشه ذكر فنتايه، او خمس اطراف، بيبقى 3 ال 1 ال 2 ال 3 والرابعه النيوترال والخمسه الارث، تمام. ده في حاله السنجل فيز، وده بيبقى بياخد كهرباء 380 فولت اي سي. في شواحن بتشتغل على 3 فيز، يبقى في عندي 3 فيز تشارجر، وفي عندي سنجل فيز تشارجر. سنجل فيز في منها نوعين، السنجل فيز في منها النظام الاوروبي 220، وفي النظام الامريكي اللي هو 110 او 120. ده اللي احنا بنستفيد منه في الشواحن. طبعا هنا زي ما احنا بنقول، شحن نظم شحن السيارات بتبقى يا اما دي سي، دي سي انا باخد من شاحن خارجي، الشاحن الخارجي هو اللي موجود جواه اي سي، تمام، بيحول الاي سي زي ما قلنا، الاي سي يا اما سنجل فيز 220 ده في النظام الاوروبي فولت اي سي، تمام، او 380، تمام، اللي هو 3 فيز فولت اي سي. طبعا يبقى ده سنجل فيز 220، وده 3 فيز تمام 380، وده هو الكهرباء اللي موجوده عندنا في مصر اللي هتغذي الشاحن الخارجي اللي بيبقى موجود في المحطات. وجواه اصلا الشاحن ده حاجه بتحول لي دوائر كهربائيه، هنشرحها بالتفصيل، بتحول من التيار المتردد اي سي الى التيار المستمر دي سي. بيطلع عندك الكابل دي سي بيغذي مباشره البطاريات داخل السياره الكهربائيه، تمام. زي ما قلنا 100 مره، بنتحكم في بنك البطاريات دي او الباتري باك بنظام بنسميه بيلدينج بتاع باتري مانجمنت سيستم، او نظم اداره البطاريات. ده في نظام الشاحن الدي سي. ده طبعا الدي سي ده اللي احنا هنسميه ليفل 3، ان انا بشحن دي سي ده هنسميه ليفل 3. طبعا انا لما بشحن اي سي عباره عن مصدر اي سي زي ما قلنا 220 فولت اي سي، تمام، فولت اي سي ده سنجل فيز، او 380 فولت اي سي بيدخل مباشره، بيتحول من اي سي الى دي سي. فلازم السياره دي يبقى جواها اون بورد تشارجر. عايزك تبقى مركز جدا وتعرف في حاجه اسمها اون بورد تشارجر واوف بورد تشارجر. اون بورد تشارجر يعني العربيه جواها شاحن بيحول من اي سي لدي سي، اوف بورد تشارجر يعني العربيه مش جواها شاحن، ولازم اللي هيدخل لها يدخل لها دي سي. الليفل زي ما قلنا ليفل 1، ليفل 1 اللي هو النظام الامريكي اللي هو 120 فولت اي سي، ده احنا مش شغالين عليه في مصر. ليفل 2 وده اللي احنا شغالين عليه في مصر، ليفل 2 تمام اللي هو 220 فولت اي سي، ده النظام الاوروبي وده اللي احنا شغالين عليه في مصر، تمام. ليفل 3 او بيسموه الفاست تشارجر اللي هو بشحن من خلال شواحن دي سي، شواحن دي سي. وعرفنا ايه الفرق بين الاي سي والدي سي. طبعا هنا الاون بورد تشارجر مكانه فين في السياره؟ زي ما شرحنا قبل كده، السياره الكهربائيه بتتكون من ايه يا شباب؟ اون بورد تشارجر اهو اللي هو موجود هنا اهو ده، تمام. التشارجر ده هو اللي بيدي الكهرباء لمجموعه البطاريات الليثيوم ايون، او بطاريات المستخدمه في السياره الكهربيه، يبقى من خلال الاون بورد مين؟ تشارجر، الاون بورد تشارجر. طبعا زي ما قلنا بعد كده بيبقى في انفرتر داخل السياره الكهربائيه عشان يحول من دي سي الى اي سي، هنتكلم عنه بالتفصيل. وفي الالكتريك موتور اللي هو موتور الكهربي، تمام. وفي بعد كده هنا طبعا هنا عشان ابدا اشحن
بدخل بالتشارجر او التشارج سوكت، هو اللي بيدخل يغذي زي ما قلنا مين، بيغذي الاون بورد تشارجر. يبقى انت لازم تاخد بالك هل السياره بتاعتك فيها اون بورد تشارجر، يبقى هي بتاخد اي سي عادي وبيتحول داخليا هنا من اي سي الى دي سي. طبعا لو انا عايز اشوف امثله للاون بورد تشارجر بتبقى باكج كده، تمام، باكج الباكج دي بيدخل لها اي سي، في فيشه هنا بندخل اي سي، والفيشه الثانيه بنطلع منها دي سي اللي هي بتروح لشاحن بطاريات السياره. يبقى لو حد سالك الاون بورد تشارجر ده موجود في السياره الكهربيه، مكون باكج كده علبه، تمام، بتعمل عمليه تحويل من اي سي اللي هو تيار متردد الترنيتد كارنت، تمام. غالبا احنا بنستخدم في الشحن بتاعنا 220 فولت اي سي زي ما قلنا، واحنا بنستخدم في مصر ليفل 2 تشارجر. بعدين الدايره دي او البوكس ده بيحول الكهرباء من اي سي الى دي سي عشان استخدمها في شحن بطاريات السياره، تمام. طبعا في اشكال مختلفه للاون بورد تشارجر زي الشكل ده، برضو بتدخل الفيشه بتاعت الاي سي وبعد كده بتاخد منها فيشه تانية تروح للدي سي لشحن بطاريات السيارات. الفيديو ده مهم جدا، بركز فيه على نوعين الشواحن، حاجه بنسميها الاون بورد تشارجر اللي هو الشاحن الموجود داخل السياره. خلي بالك التشارجر هنا داخل الالكتريك فيكل، تمام، زي ما قلنا الالكتريك فيكل هي عباره عن مجموعه من البطاريات بتغذي موتور كنترولر، وبعد كده الموتور نفسه بيبدا يسحب العجل بتاع السياره، تمام. يبقى انت تخلي بالك هل التشارجر موجود داخل العربيه او داخل المركبه، يبقى ده بنسميه اون بورد تشارجر. لو مش موجود داخل المركبه اي تشارجر يبقى ده بنسميه اوف بورد تشارجر. طيب لو هو موجود انا بغذي سنجل فيز زي ما قلنا هنا في مصر 220 فولت اي سي، 220 فولت اي سي، ولذلك هو كاتب لي سنجل فيز، خلاص احنا حفظنا سنجل فيز 220 فولت اي سي في مصر، تيار متردد بيدخل على الكنترولر ديفايس، تمام، وبعد كده بيطلع على الكورد، والكورد بيوصلني على الكونكتور اللي بيوصل بيه التشارجر. الجزء ده اللي احنا بنسميه اي في اس اي، اي في اس اي اللي هو الكتريك فيكل سبلاي اكيوبمنت، وده ان شاء الله هنعمل له محاضره كامله بالتفصيل. يبقى تاني اي في الكتريك فيكل، تمام، سبلاي اكيوبمنت، الكتريك فيكل سبلاي اكيوبمنت. في حاله الاون بورد تشارجر الالكتريك فيكل سبلاي اكيوبمنت عباره عن كنترولر ديفايس والكورد اللي هو الكابل نفسه والكونكتور البلاج اللي هيدخل فيه التشارجر في السياره. هنا بقى عباره عن الكورد والكونكتور والتشارجر نفسه، التشارجر كان هنا موجود، لا التشارجر مفيش تشارجر هنا، يبقى هو هنا التشارجر بتاعي، يبقى ده مين؟ الاي في اس اي او الالكتريك فيكل سبلاي اكيوبمنت. موضوع النهارده والفيديو بتاع النهارده مهم جدا، بنتكلم فيه على نظم شحن السيارات الكهربيه. في عندي نظامين، يا اما بشحن اي سي يا اما بشحن دي سي، يا اما بشحن اي سي يا اما بشحن دي سي. لو بشحن دي سي يبقى الشاحن خارجي، لو بشحن اي سي يبقى الشاحن موجود داخل السياره، الشاحن موجود داخل السياره بيغذي البطاريات بالدي سي، يبقى هنا داخل دي سي وهنا برضو داخل دي سي. لو الشاحن موجود داخل السياره بنسميه اون بورد تشارجر، لو الشاحن مش موجود جوه السياره بنسميه اوف بورد تشارجر، يبقى الشاحن موجود خارجي في الوحده الخارجيه. تعرفنا على انواع الاي سي تشارجنج سواء كان السنجل فيز زي ما قلنا في مصر 220، وتاخد بالك في مصر احنا بنشتغل على ليفل 2 اللي هو 220 فولت اي سي، اوعى تجيب 110 فولت اي سي او اللي هو 120 فولت اي سي اللي هو النظام الامريكي، احنا بنشتغل بالنظام الاوروبي اللي هو 220 فولت اي سي، تمام. ممكن اشحن في المحطات بالدخل بتاعي يكون 3 فيز، تمام، اللي هو 380 فولت زي ما قلنا، بيبقى خمس اطراف L1 L2 L3 ونيوترال وايرث. زي ما قلنا مهم جدا ان انا باخد التشارجر سوكت بدخل على الاون بورد تشارجر لو هو موجود داخل السياره، والاون بورد تشارجر يحول للدي سي يغذي البطاريات اللي موجوده في السياره الكهربائيه. وقلنا الاون بورد تشارجر وظيفته التحويل من تيار المتردد اي سي الى التيار المستمر الدي سي الذي يتناسب مع شحن بطاريات السياره، وليه اشكال مختلفه، تمام. السلايد الاخيره بتوضح الفرق واضح جدا اهو، ادي الالكتريك فيكلز، تمام، في عندي التشارجر موجود داخل السياره ده هنسميه اون بورد تشارجر.
لو التشارجر مش موجود داخل السيارة يبقى هينضم لمجموعة الاي في اس اي او الالكتريك فيكل سبلاي اكيوبمنت. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير خاصة بالمركبات الكهربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.